ميكرو فريد على قناة أنفاس بريس، جديد المواضيع بكل تواضيع. في الميكرو فنان كوميدي ممثل مسرحي وعضو مسرح الحي الزبير عميمي. الزبير عميمي مرحبا بك على أنفاس بريس. مرحبا بالجمهور ديال أنفاس، هذا الموقع هذا اللي غادي فواحد الخط جميل، مزيد ان شاء الله من التألق. كنشوفوا الزبير عميمي يعني غبر من التلفازة ومن الخشبة. ما كاينش غياب باش نكونوا واقعيين. هذا موضوع هذه يعني الكلمه دي كتكرر بزاف عند مجموعه ديال الفنانين، وانا في يعني ما ماشي منبر ماشي جوج ماشي ثلاثه تكلمت على القضيه ديال هناك تغييب، لان كاين واحد ما نكونوا واقعيين ولات عصابه فنيه، عصابه مقننه، عصابه عنده داكشي ممنهج، عصابة بطريقة زوينة، بطريقة فنية، طريقة ضحكة وكذا، ولت خونا وحبيبنا ولكن ما تخدمش معنا. كاين واحد كليكات هما جروبات، عنده منتج عنده كليكة ديالو، مخرج عنده كليكة ديالو، وما كنتيش تداخل في ذاك لو كلون، راه دائما انت اوغ جو، حيت ما كديرش انت واحد ما عرفتش واش المعايير اللي تبدلات ديال الفن. زعما ما خصكش تكون فنان، خصك تكون مخربيق، ولا كدير حتى في الرزق راه حاجه اخرى. حنا كنديروا الاسباب، كنجتهدوا، كنديروا لا ميزاجور ديما، كنترينيو في الدار، كنصوروا لي فيديو اون باراليل. عندي الشين ديالي ديال اليوتيوب، راه تنخدم فيها كل واحد في المواضيع ديالو، كل واحد داكشي اللي ما كان. المهم كاين داك المتنفس ديالنا ديال اللي كنطلبوا به، بقى عندنا ديك البليه ديال الفن. دابا يعني سدات التلفازه مشيتي للميديا، يعني اليوتيوب ديالك، القناه ديالك، كنشوفك في التيك توك، كنشوف في فيسبوك. يعني انت غادي في الشارع غيتلاقى معك واحد اللي بغا دير فاسي، غتبقى تشرح لي لا راه انت بدات تعاود لي من يا اختي كنا باركين، غتعاود لي من 78 وانت كتعاود لي حتى 2023، ما يمكنش. بالتالي انت حيت نقولك واحد القضيه، الا كانوا الناس ضدك مثلا، ما كنقولش انا ميسي ضدي انا راه ولا كريستيانو، لا، الا كان الواقع ضدك، ما تكونش انت ضد راسك، حيت اكبر عدو، اكبر منافس ممكن يقتلك هو راسك. الا كانوا الناس مثلا ما ماشي معك في الخط، كون انت مع راسك في الخط، تخلق السعاده بصفر درهم. سي الزبير، يعني شاك ان شي واحد دير لك العصا في الرويضه في الميدان الفني؟ لا، يكون شي سحور قديم باقي ما تبطلش بطل ذاك اللون، عندي لك كسف الهضره واقيلا. لا ماشي، لا شنو نقول لك، انا واحد يعني انا واحد الانسان مؤمن بان اللي ديالك راه ديالك، اللي ماشي ديالك راه ماشي ديالك، يعني الارزاق بيد الله، ما كاينش تخرشيش. هذه ما انا دخلتي بحال بغيتي تدخل في صراع مع الله سبحانه وتعالى، ما يمكنش. ملي كنشوفوك ان من باب الوزير يعني مع يعني مسرح الحي، ما بقيناش انك يعني في شي عمل مسرحي. و يعني اون فيغ موزيغ مع كانت عندي عروض، كندير شي عروض ديال ستاند اب وديال الشو، ولكن من بعد مسرحيه باب الوزير حيت كنا درنا واحد العمل، كان عمل طوب، باش غادي دير خاص شي عمل اللي يكون في نفس اللي يعني موازي ليه، في نفس الجوده ديالو، في نفس الكاليتي، ولا بلاش. هذا هو اللي كاين. خلال الدردشه ديالي معاك قلتي لي بان الزبير عميمي دفع البطاقه الفنان، وشي وحدين لانهم هما ما يستاهلوش ياخذوا البطاقه يعني ديال الفنان خادوها، هو الزبير عميمي ما خداش، تا مشى وتسوت الوضعيه ديالك، وشاف بان كان الملف ديالك يعني مهمل، وانت يعني من خيره الفنانين. الله يكبر فيك. هذه المساله ديال بطاقه الفنان، لان كانت التجربه الاولى ديال وزاره الثقافه، فوق واحد الخلط، كل من هب ودب دفع بطاقه الفنان وخداها، اللي كاين اللي كان كيجلس في قهوه كيقول كيبركوا فيها الفنانه، دفع بطاقه الفنان كاتب لهم السيفي راك تبارك حدا الفنان فلان، الفنان الفلاني، ولا مصور معاه دير التصوير معاه، ولا دايره في الدوسي ديالو. وقع واحد الخلط، ما غاديش نقول، ما غاديش نحمل وزاره الثقافه المسؤوليه، ولكن
المره القادمه ان شاء الله. وهذه راه ناقشناها حتى انا وياك قبل ما نشربنا قهوه، ناقشناها خاص داك يتم الغربله ونميزوا ما بين الفنان وما بين اللي ماشي فنان الاخر. واش الزبير حميمي كيستافد من حقوق المجاوره ديال الفنان؟ الحمد لله كنستافدوا هذوك الحقوق اللي كانوا محبوسين علينا واحد السنين هذه، الحمد لله تم الافراج عليهم. الحمد لله كنستافدوا، كتجي واحد يعني على القدر ديال المشاركه ديالنا في الاعمال ديالنا، الحمد لله كتجي واحد المبلغ معين. الحمد لله انت راضي عليه؟ الحمد لله. الوزير، وزير الثقافه، اشنو غتقول لي؟ اشنو غتطلب منه؟ اول طلب غيطلبوا الزبير حميمي؟ لا ما كنطلبش، انا كنطلب الله غادي نسولو غنقول ليه هذيك البطاقه ديال الفنان هي اللي كتسمى يعني بطاقه مهنيه وما تنخدموش بها حنا الفنانه. لاش غنقول ليه؟ لاش لايق علاش؟ قول لي نقول ليه نقدر نرجع عليه انا؟ لاش لايق؟ كاين شي عمل جديد في هذا رمضان هذا ولا شي عرض مسرحي ولا؟ خويا ما نكذبش عليك، انا كان مؤخرا صورت واحد السلسله مع واحد السلسله فرنسيه، عمل تلفزيوني فرنسي صورت معهم. بالنسبه للاعمال المغربيه انا ما خدمتش. خدمتي مع فرنسا وما خدمتيش مع المغرب؟ انا محسوب على فرنسا، فرنسا فهمتي. عندك مع الفرنسي مزيان؟ عندي مع الفرنسي صافا. انت دونك افيك تي فا بيان؟ الحمد لله ترونكيل. والله الا ترونكيل الوغ دونك افيك. الزبير حميمي اش كيقول على غلاء الاسعار انت كفنان؟ احنا دائما الفنانين مطالبين اننا نعطيو واحد الراي يكون شويه ما عرفتش، ما تبغيش تكون في اجابتك تكون شويه قدحي او متشائم. انا كنقول السومه الشرائيه او القدره الشرائيه ديال المواطن المغربي لا تتماشى ونهج الحكومه في اطار كل ما هو اسعار، كل ما هو مستهلك الحكومة. أنا كنقول هذا رأيي ديال واحد الإنسان متواضع ديال الفنان، ما كيفاش في السياسة، ربما عشت في المجتمع كنفهم المجتمع كنعرف هذا شنو. كيجيو الناس كيتشكاو علينا الشكوى، لا تنعرفوا أن الحكومة خاصها تجلس. باقي ما جلسوش؟ لا باقي ما ملي تنتخبوا هما كيجريو ما مسالينش، يبركوا ويناقشوا هذا الشيء ويحاولوا يقلبوا على الحلول الاستعجاليه باش ما يكونش هناك احتقان اجتماعي، لان هناك بوادر ديال الاحتقان الاجتماعي. ملي كتشوف راجل كبير كتوقف عليه صحفيه او مقدمه برنامج اون فوا تدير الميكرو بحال هكا، الراجل كيهبطوا ليه الدموع، ما قادرش يشري، ما قادرش يتقدى في السوق، ما قادرش كيشوف الخضره ما قادر. دابا الا طلعتي الا مشيتي تفرج في سهره وما عجبكش فنان راه ما يمكنش تشير عليه مطيشه بحال عليا، بحال شيرت عليه ب 4000. كنتي دير بالزنقه مثلا شي واحد سخف غدي لي بصله تشمالي؟ لا والو. واش راه بحال درتي لي 100 درهم في نيفو؟ عطيه 100 درهم فهمتيني؟ صعبت. واخا هضرتي معنا باللغه ديال الخشب ولكن ماشي مشكل. لا ماشي بالعكس، ماشي لغه الخشب، هذا واقع. والله الا اقسم بالله انا نحلف انايا، والله الا هضرت بصدق ما بغيتش نخوض في التفاصيل فهمتيني. الحكومه تبرك وتقاد مع المواطن شويه، لان هذا الوضع انا بلا لغه الخشب، هذا النهج اللي غادي به الحكومه دابا لا يخدم المواطن البسيط ولا يخدم الطبقة المتوسطة، بل يخدم واحد الطبقة اللي هي عليا دائما، حيت ما عندناش الطبقة العليا، ما كايناش عندنا الطبقة العليا المتوسطة الدنيا، عندنا هي الهي يبق الوسطى ما كايناش. دونك هاد النهج وهاد الوضع اللي كنعيشوه دابا كيخدم الطبقة العليا، كيخدم واحد الطبقة معينة هي اللي غتبقى عايش، وحنايا دايرين فيكوراسيون وحنا منسينهم. حيت هما ما كيقدروش يبقاو عايشين بوحدهم، حيت شي واحد كيكون عنده الفلوس بزاف وعلى ما تغيمارس ديك
الارستقراطيه وديك الساديه غير مارس على الطبقه الدنيا. الو هذيك الطبقه الدنيا خصنا نوركوا عليها باش خونا اللي الفوق يبقى مرتاح اما مونس ولا اخر. مزيانه دابا هاد الهضره؟ لا مزيانه. ما كاينش الخشب؟ لا ما كاينش كاين الحديد. كي كيجيوك اعمال رمضانيه بريكولات هما عباره عن بريكولات والدليل على ان واحد لي سيت كوم اللي كتشوفهم في البريم تايم في رمضان نفس الوجوه نفس اللعب نفس التشخيص نفس المخرج نفس الطاقم تيبقاو يخدموا هما هذه الخدمه ديال كوكوت مينوت كيتلاقى واجي شنو شنو هاد العام شنو الكره الركراكي الله يلاه نديروا سيت كوم على سميتو ديروا النيه يلاه دير النيه وهذا طلع طلع من هنا واحد كيقول له ويلي الهضره وداك الشيء كنبقاو نشوفوا كل عام وكنبقاو نشوفوا عاوتاني كاميرا كاشي كل عام كيعيطوا غنديروا الكاميرا كاشي ها غنديروا الكاميرا كاشي وتا هو كيمثل علينا زعما داروا لي كاميرا كاشي او لا لا سي با بوسيبل او نو نو هادشي لا ما خدامش ما خدامش الله يهديك اخويا فريد راه المغربي المغربي المتفرج المغربي راه ذكي راه ذكي جدا راه قلبه ابيض وطيب كدوز عليه اليوم وغدا وبعد غدا وكيقول ويقدر يكريتيكيك انت كممثل وكفنان وكتلاقى معك في الزنقه كيعنقك كيبوسك وكياخذ معك سيلفي راه ماشي حيت هو منافق راه حيت هو قلبه ابيض وكدوزوا علينا كل عام ونفس وباقين وباقين وعاوتاني غدوزوا علينا هذا العام وغدوزوا علينا وانتم غتبقاو دايزين من يومكم غتبقاو دايزين. اخر كلمه اخر كلمه كنتمنوا كنتمنوا ان شاء الله انا كنتمنى من الوضع العام الاجتماعي في المغرب يتحسن ان شاء الله وما نبقاوش عايشين داك بغينا الحكومه تشوف بعين الرحمه في المواطن المغربي.